احنا تفاجأنا باليوم 20/9 تقريبا او 25/9، الموقع المولده هي انا، بلغوها الحكومه على اساس البلديه ما اعرف ايش مال ازاله على مود يبنون مدرسه مال قرض الصيني. اي فجايين احنا ما نعرف، احنا ما نعرف على اساس مبلغين الاهالي، قسم من الاهالي مو الكل، مو الكل، على اساس هذه يسووها متنزه وياهم موظفي مال قطاع الزهور البلدي. اي ما جايبين طاري المولده. اي فتفاجأنا قبل فتره، قبل 20 يوم، انه جابت حادله وسيارات وما اعرف ايش. منو جابت؟ هي وحده صاحبه المولده. ايه فما خليناهم بصراحه، ما خليناهم، صايحنا معاهم وهذه. فالظاهر يعني ما اعرف يعني هي افترينا كل الدوائر بما فيها لجنه المولدات وقائم مقاميه قضاء الموصل ومدير بلديه، كلهم على الاطلاق قالوا ما انطيناهم موافقه. احنا هي بوقت جد بالليل واحنا طلبنا من عندها الاوراق الرسميه الموافقات، قالت اني عندي وتقدرون تراجعون اي دائره تريدوها. فاني بدوري كمحامي رحت راجعت كل الدوائر المعنيه اللي هي لجنه المولدات والقائم المقاميه والمحافظه والبلديه، اي دائره ما عندهم علم. فاحنا عندنا شكاوي عليها بالنزاهه ولجنه التجاوزات جت وقفتها ما تقبل تقف. والله استاذ احنا رافضين رفع تام يعني لهاي النصب المولده هنا، لان تشوف المسافه كلش قريبه، يعني ما يطلع بيها مسافه يعني 8 امتار 10 امتار، ومن هذيك الصفحه يعني 5 امتار، ويعني هاي راح تلحقها يعني دخاخين، واحنا عندنا مرضى وعندنا اطفال صغار وصوت، يعني ماني ما شايف مولده بنص البيوت بين البيوت يعني ابد. شو توجه رساله للمحافظ مثلا؟ والله يعني اتمنى يعني سياده المحافظ انه يعني يشوف لنا حل، يعني احنا ما خلينا مكان ما رحنا راجعنا، واتمنى يعني يتدخل شخصيا بهذا الامر. يعني احنا اهالي حي الاعلام نوجه رساله الى قائم مقام بضروره ازاله هذا الموقع، لان هو اولا ما به اي موافقات رسميه، وثانيا بالنسبه للاهالي المنطقه اي واحد من الاهالي ما مشترك ولا صاحب خط منها، تمام؟ فبالتالي احنا اهالي المنطقه نرفض رفض قاطع وجود هاي المولده هنا.